تفاصيل أكثر حول ما يجري في رفح الفلسطينية بالإضافة إلى بقية قطاع غزة يضعنا فيها بشير قبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية. بشير أهلا بك وحمدا لله على السلامة حتى الساعة. إذن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 30,717 شهيد وأكثر من 72,000 مصاب. ضعنا في تفاصيل اليوم بشير القصف وعدد الشهداء وأين تركزت أكثر العمليات ضراوة في الليلة الماضية واليوم؟ تحية لك رعد. يعني بالفعل أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر، نحن نتحدث عن 86 شهيدا وأكثر من 113 إصابة خلال 24 ساعة الماضية في 9 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في عدة مناطق في قطاع غزة منذ ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في أجواء قطاع غزة بشكل دائم تقوم بالاستهدافات هنا وهناك. آخر هذه الغارات شنتها طائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه منازل في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، بالإضافة يعني إلى هذه المنازل استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أيضا ألواح للطاقة الشمسية في ذات المخيم في النصيرات وسط قطاع غزة. هذه الغارات أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر، نقلوا على إثر هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى. هذه المحافظة لم تتوقف فيها الطائرات أيضا، بل إلى جانب هذه الطائرات تشارك المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية والتي تضم مخيم البريج ومخيم المغازي ومخيم الزوايد إلى الشرق من المحافظة الوسطى. أيضا مناطق القصف طالت أيضا المنطقة الشرقية لبلدة ومدينة خان يونس وتحديدا في بلدة بني سهيلة في جنوب قطاع غزة، هذه البلدة حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المواطنين الذين كانوا يعني يحاولون الوصول إلى منازلهم عقب انسحاب جزئي للآليات العسكرية من تلك المنطقة، فباغتتهم هذه الطائرات الحربية بالقصف، ولا زالت سيارات الإسعاف تهرع إلى تلك المنطقة لانتشال المصابين والشهداء جراء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. خلال صبيحة هذا اليوم وساعات الفجر الأولى انطلقت أيضا القذائف المدفعية بشكل عنيف باتجاه المناطق الشرقية لمحافظة رفح وتحديدا منطقة مطار غزة الدولي وأيضا المناطق الغربية لمدينة رفح، حيث خيام النازحين تساقطت عليها القذائف من الزوارق الحربية الإسرائيلية، وبالتالي هذا العدوان هو متصاعد ومستمر ولا سيما في المناطق الجنوبية لوادي غزة، كما أن المناطق الشمالية أيضا تشهد قصفا عنيفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية وتحديدا حي الزيتون وبلدة جباليا وبيت حانون، والتي تشهد قصفا من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة إلى الشرق من قطاع غزة. طيب بشير، يعني قوات الاحتلال قامت قبل أيام بعدة مجازر باتجاه الفلسطينيين المساكين الذين يذهبون من أجل الحصول على المساعدات في دوار الكويت وكذلك شارع الرشيد ودوار نابلسي وغيرها من المناطق. هل من جديد حول تلك المجازر الجديدة؟ حتى الأمس كان هناك استهداف لهم على الرغم من قدوم هؤلاء الفلسطينيين بالقرب حتى من مراكز تفتيش أو نقاط تفتيش إسرائيلية. بالفعل حرب الجوع تمارسها إسرائيل جانب هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. منطقة غزة والشمال هناك حرب الجوع بشكل عنيف باتجاه المواطنين الفلسطينيين. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء الجوع ويعني الجفاف إلى 18 مواطنا من بينهم أو معظمهم أطفال.
فلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي الواضح أنه يريد تجويع الفلسطينيين في المناطق الشمالية لوادي غزة، وهو ما بدا واضحا من المجازر التي يرتكبها بحق الفلسطينيين الذين ذهبوا لانتظار الشاحنات فعادوا يعني محملين على الأكتاف أكثر من 118 شهيدا في مجزرة الجوع في شارع الرشيد إلى الغرب من مدينة غزة. تلاها أيضا المجازر ارتكبت بحق المواطنين الذين ذهبوا لانتظار الشاحنات في المنطقة الشرقية وتحديدا بالقرب من دوار الكويت على شارع صلاح الدين، حينما قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق الرصاص صوب هؤلاء المجموعات من المواطنين الفلسطينيين، والتي كان آخرها بيوم أمس. الاحتلال الإسرائيلي أيضا منع المؤسسات الدولية من محاولة إدخال الشاحنات إلى شمال القطاع، يعني المنظمات الدولية أعلنت عن عدم مقدرته إدخال 14 شاحنة بعدما انتظرت لعدة ساعات إذن الدخول إلى شمال القطاع غزة، ولكنها فشلت وعادت أدراجها. الاحتلال الإسرائيلي هو يريد ترقيع الفلسطينيين من خلال حرب الجوع الذي يمارسها، بالإضافة إلى هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. بشير قبر، نسأل الله السلامة لكم ودوام السلامة، وأن ينتظر الفلسطينيون في غزة الحياة، لا ينتظرون الموتى أو القصف المستمر على هذا القطاع المسكين. شكرا لك بشير قبر، مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة رفح الفلسطينية، شكرا لك.